هنا ان شاء الله انتم كيف ما كتشاهدوا ردينا الطناجر ديال الدجاج هادو ديال الغداء ديال العيالات ان شاء الله باش غادي نطيبوا. هنا ان شاء الله المحمصه كيف ما كتشاهدوا انتم المحمصه بالحليب، محمصه بالحليب فطور ديال الصباح، هذا الفطور ديال الصباح الحمام الحريره الغداء ان شاء الله. ها انتم المحمصه والشفنج والخبز والزبده والكونفيتير وكل شيء والعسل وكل شيء الحمد لله وكل شيء. هنا كيف ما كتشاهدوا ها انتم الشفنج والمخمار والخبز ديال الشعير قرص الشعير الزبده هذا الجبن الجبن كونفيتير ديال الكرموس والبراد ديال اتاي والزبده البلديه وشويه الفاكهه. ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. ها انتم خالتكم الفنان راه سيره كتقلب، ها انتم خالتكم الفنان ها شوفوا دراعها ها هي مهمتي على خالتي الفنان ها. وخالتكم توريا هي سيره كتشلط في البصله وبنت خويتي راه سيره كتصفيها. وصباح الخير وصباح الرباح وصباح التفاح وصباح البنان وصباح الدجاج وصباح الضروبات وصباح الدنيا كامله وصباح البرار ديال اتاي وصباح صباح الزيروات ترى كان شي عوينه جايه ضاربني بعدا تضربها بالشفنجه وترجع لمولاها اعروني الله يستر وتمشي شوف عشي السوسي يدير لي شي حجاب يكتب لي شي صفيحه ديال الغل نعلقها بالباب صفيحه ديال الغل انا راه الراس غادي تشتت. خالتكم فانا البيت راكدو انا بيت عاس عليا وبنت عمري وبنت خوتي الدراري ديال القاعه سيبنوا لي وبيت عاس على هادشي. دخلت تكيت ما جاني الدار بيت خلي حيت انا رجعت انتوما مالهم مضاربة الفنانة هي وبنت خويتي مكمشات من الروس. ويلا نشوف شكون اللي غادي تغلب فيكم. آلي 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 الفنان هربت الفنان تي اش غنقول لك لا عدد عيالات اللي معايا انا كون هذيك قدها لا لا ما كيدوش لا ما داويش عزيزي داوي على راسي يلا حيدو اه نمشي نوض نفك الفنانة وبنت خويتي راه ما عرشات. القاعة هي سيرة كتبنا كيصوبوا فيها الدراري إن شاء الله بيتين فيها والله يسر الأمور. هنا صافي الدجاج حطيناه باش دابا غادي نبداو نحمرو فيه إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا. هنا باش غادي نبدا نصوب في اللحم إن شاء الله. اللحم دابا باش غادي نبدا نعبر تقريبا عندي واحد 20 طابلة ديال العيالات 20 طابلة المهم أنا غادي ندير ديك 26 طابلة لا يعود الناس كتجي وتجيب ما تعرف الظروف. المهم مرحبا بكم عاد الليل باقي لنا اللحم ديال الليل غنطيب دابا ديال الغداء والليل غادي نطيب العشاء قرب ديك يعني فوت العصر الرد ديال الليل باش يجيني مع الناس قد قد وتابعونا ان شاء الله. هنا ان شاء الله اللحم احنا رديناه هانتوما ها واحد الله ها جوج ها ثلاثة. هذا الدجاج اللي بقى لينا هو سير كيطيب طاب هذا طاب الدريس ننتقل للرباع. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا معنا ضيافه يوسف وسكينه. هنا بالنسبه للقاعه هي دي ان شاء الله انتم كيف ما كتشاهدوا بعد ما تفرشات وتقادات هنا الجوق ها هو يا راه جا سيصوب وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا. هنا ان شاء الله كنسلقوا في الزيتون باش تحيد منه ديك الملوحيه وسلقنا اللوز وغادي نسلقوا البرقوق ان شاء الله.
Thank you.
I'm gonna make it.